في مشكلة في الحالة النفسية في الأسواق المصرية، يعني هناك حالة خوف في السوق المصري. اللي حضرتك بتقوله ده كلام جزء مدرس في الاقتصاد، اللي احنا بنسميه في نظرية الطلب التوقعات. إذا أنت توقعت إن بكرة الحديد هيزيد فأنا عايز أحتاط من ثمن الحديد، لكن ببساطة جدا احنا بنفترض في اللي قدامنا إن هو إنسان رشيد، عنده توقعات رشيدة بيسموها الراشنال اكسبكتيشنز، يعني عنده توقع للي هيحصل، وده اللي حصل مع المصريين. وده اللي خلى الناس يا دكتور، ده خلى الناس تجري تشتري الذهب لأنها متوقعة إن الذهب هيزيد وبالتالي تشتريه. طول عمرك بتيجي معايا في البرنامج بنستضيفك بتنصح الناس إنها تشتري ذهب، مش كده يا فندم؟ نعم. طب ايه رأيك بقى ان الراجل بتاع شعبة الذهب قال للناس نصيحة عكسك تماما، قائلا محدش يشتري اي ذهب وهو يسجل اعلى نقطة له في تاريخ مصر، حيث انها لم يحدث ان وصل سعر 2000، فالسعر في مصر مبالغ فيه والثقافة الاستثمارية تؤكد عدم الشراء في اعلى نقطة. فالناس بتشتري طبقا لنصيحتك الذهب لانه اضمن من الدولار واضمن من العقار واضمن من كل حاجة. هنا الراجل ده بيقول لك لا ما تشتروش الذهب دلوقتي، اذا الحالة النفسية فيها مشكلة. لا لا لا، هو بس كلام الأستاذ. لو احنا رجعنا تاريخيا من أول ما انت عومت الجنيه في 2016 ولما كان سعر جرام الذهب ب 600 جنيه وب 700 جنيه، انت بقى من 2016 لحد 2023 انت النهاردة في السوق ب 3330 جنيه، فانت سعر الذهب اتضاعف 5 مرات. لا الدولار اتضاعف عندك 5 مرات، يمكن الضرب الدولار كان ب 15 وصل ل 50 جنيه دلوقتي ضعف 3 مرات، ولا العقارات ثمنها ضعفت 5 مرات. عشان كده بنقول للناس احنا بنحتاط للذهب بس، لكن كلام استاذنا ده اللي هو بيقول ما تشتروش الذهب، ده كلامه هيكون سليم جدا لو الحكومه ظبطت سعر الدولار. لو الحكومه بكره قالت لي يا مصطفى احنا يا ابني هنضمن لكل المواطنين ولكل التجار ولكل المستوردين، اي واحد عايز يستورد حاجة بكرة هنديك الدولار ب 30 جنيه و90 قرش ليك لحد سنة جاية، بكرة هتلاقي الذهب هيرخص، بكرة هتلاقي الدولار هيرخص. بس الحكومة تنفذ السياسة دي ازاي؟ تقدر تنفذ اللي احنا بنقوله ده؟ تبيع لي الدولار ب 30 جنيه و90 قرش؟ يا سيدي بلاش 30 جنيه و90 قرش، خلي الحكومة تبيع لي الدولار ب 60 جنيه، أنا موافق، ماشي كده؟ السؤال دلوقتي لو الحكومة قالت لنا يا حضرات أي واحد منكم محتاج دولار لمدة سنة هديكوا الدولار ب 60 جنيه، تقدر الحكومة تعمل كده؟ أنا بقولها لك وباطمئنان شديد جدا لا تستطيع الحكومة تعمل كده. ليه بقى ما تقدرش تعمل كده؟ لأن أنا عايز دولارات عشان كل واحد طالب دولار أديله، أنا عندي فجوة دولارية كل سنة اللي هي الفرق بين الصادرات والواردات اللي احنا بنسميه العجز في الميزان التجاري بالناحية الاقتصادية. هذا العجز مش أقل من 24 مليار دولار، اقف بقى هنا شوية، حط على 24 مليار دولار اللي هو العجز في الميزان التجاري، حط كمان عندك بقى ان انا في قروض جديدة، في فوائد جديدة، فكل شوية الفجوة اللي بين الصادرات والواردات عمالة تزيد، لان ديونك بتزيد. ده لم يقعد مجال للنقاش، الدولار سيرتفع في مصر، الذهب سيرتفع في مصر، الذهب سيندر في مصر، لان خلي بالك جزء كبير جدا من اللي بيشتروا الذهب في مصر من الكبار اللي في مصر او الحكومه اللي في مصر هي اللي بتشتري الذهب من مصر، لان اقدر ابيع الذهب ده بره واقدر اجيب بداله دولارات. كل اللي احنا عمالين نعمله وكل الحكومه عماله تعمله انت تعالج في العرض بتاع المرض مش اصل المرض. انا راجل جالي انفلونزا وجالي برد وكل شويه عمال تقول لي يا مصطفى خد اسبرين خد اسبرين، يا سيدي انت ما عالجتش الفيروس الاساسي، الفيروس انت ما عالجتوش.